مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الماتش ومستهل اسبوع جديد يحمل الخير لنا جميعا بمشيئه الله. النهارده حكايات كتيره جدا، لان احنا خلاص كل سنه وحضراتكم طيبين، انتهى الموسم والنهارده كان اول ايام القيد، وبالتالي الاهلي راح اتحاد الكوره خلص القيد الخاص بيه وقايمته، والزمالك هو الاخر خلص قايمته، لان احنا كلنا عارفين اشتراكهم في البطولات الافريقيه والسوبر الافريقي. لكن هنشوف الصفقات الجديده في النادي الاهلي. الساعي النهارده مفاجاه كبيره جدا وبمبلغ كبير جدا. هنتكلم عن الساعي اللي كان في يوم من الايام موجود في قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي وتم التفريط فيه وبعد كده رجعته بهذا المبلغ الكبير. كمان صفقات نادي الزمالك، ايه اللي تم فيها وايه الجديد فيما هو قادم بعد تجديد عواد لحراسة مرمى نادي الزمالك الفترة القادمة. هل الكابتن احمد حسن هنلاقيه الفترة القادمة موجود مديرا للكرة بدلا من عبد الواحد السيد في نادي الزمالك، ولا الخبر ده اشاعة؟ هنعرف التفاصيل الكاملة بيه، وعند اخبار كتيرة جدا ايضا. ابراهيم عادل رحلة احترافه حتم مش حتم، هل تكون هدية نادي بيراميدز لابراهيم عادل بعد الفوز بالكأس بالامس ان احنا نسيبه ويحترف؟ تفاصيل كتيره جدا هتكون مع وكيل اللاعب في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده. معايا اتنين من نقادنا الرياضيين المحترمين، عبد الحميد فراج وعبد الحميد الشربيني، وحديث مفصل عن الرياضه وكره القدم في مصر. عشان كده بقول لحضراتكم اخبارنا كتيره جدا ودخلاتنا اكثر. انتظروا حلقه ساخنه النهارده من الماتش، لكن بعد مساء الخير، اهلا بحضراتكم. تفاصيل حلقتنا النهارده من الماتش، وزي ما قلت لحضراتكم اخبارنا كتير جدا. خد الخبر الاول سريعا، تريزيجيه نجمنا اللي موجود في ترابزون سبورت التركي هينتقل على سبيل الاعاره خلال الساعات القليله جدا القادمه الى الريان القطري. دي حاجه جديده. يبقى تريزيجيه في خلال ساعات هيكون موجود في قطر لاتمام اعارته من ناديه التركي الى نادي الريان. تريزيجيه النهارده احرز هدف خلال هذا الاسبوع، وهنشوف هيعمل ايه في قطر. انا شخصيا كنت اتمنى استمرار تريزيجيه في الدوريات الاوروبيه. احنا محتاجين لكل لاعب مصري موجود في احد الدوريات الاوروبيه اللي هو يكمل وينتقل من نادي الى نادي اكبر. وتريزيجيه واحد من اللعيبه الغيوره جدا اللي بتبذل قصارى جهدها داخل المستطيل الأخضر. لكن إن شاء الله تريزيجيه يرجع مرة تانية بعد إعارته للريان ويكمل في أوروبا. مش عاوزه ألاقيه موجود في الدوري السعودي ولا في الدوري القطري ولا في المنطقة العربية كلها. احنا نفسنا في الطيور المهاجرة إلى الدوريات الأوروبية، زي ما هتكلم في قصة إبراهيم عادل بالتفصيل النهاردة. لكن خلوني أبدأ مع حضراتكم بأخبار منتخبنا قبل كل شيء، لأن منتخب مصر يسبق أي شيء ويسبق كل الأندية، لأن المنتخب هو عبارة عن الأندية المصرية موجودة تحت علم مصر. باختصار عندنا مباراتين مهمتين جدا في مستهل مشوارنا في التصفيات الإفريقية اللي هتؤهل إلى كأس الأمم الإفريقية في المغرب الشقيق نهاية عام 25. كلنا عارفين معسكرنا بدأ يوم 28، بكرة إن شاء الله هينتظم لاعبو النادي الاهلي ونادي الزمالك في المعسكر. النهارده ابراهيم عادل انضم، وبكره كمان هيبقى موجود النني هيروح بكره معسكر منتخبنا. بعد بكره هيجي بقيه المحترفين، لكن يوم 3 هيكون اول تمرين لمحمد صلاح مع المنتخب ان شاء الله. مباراتنا الاولى هتكون امام كاب فيردي في السادس من الشهر الجاري، يعني يوم الجمعه القادم ان شاء الله، على استاد القاهره في تمام 10:00 مساء. ثم يوم 10 هيكون مباراتنا الثانية أمام بوتسوانا. عاوز أتكلم في بعض الأمور الفنية فيما يخص منتخبنا القومي. كابتن حسام حسن في المعسكر الحالي نزل بمعدل أعمار اللاعبين وبدأ عملية الإحلال والتجديد. شفنا منتخبنا الأولمبي اللي كان موجود في فرنسا في أولمبياد باريس واللي حصل على المركز الرابع، انضم عدد من اللاعبين وعشان ينزل بمعدل الأعمار.
في الوقت الانسب ده، لان طبعا احنا رايحين امم افريقيا وعندنا تصفيات كاس عالم، والجيل ده اللي هيبقى موجود ان شاء الله في كاس العالم 26. حسام حسن ما ضمش عمر جابر ولا عمر كمال واحمد سامي وحسين الشحات وياسر ابراهيم وسام مرسي، وكلهم لعيبه مميزين، بس لانه كلهم فوق سن ال 30 سنه، وبالتالي هو عاوز ينزل بمعدل الاعمار. تقول لي سبحان الله، طب ما احنا يا جماعه عندنا النني. اقول لحضرتك ان النني تالق، مش شرط يكون عندي واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه خبره داخل الفريق للي يثبت نفسه ويكون موجود. النني استبعد في معسكر سابق، ولكن بعد تالق النني اللي احنا كلنا شفناه في اولمبياد باريس كان الاحق بوجوده داخل منتخب مصر خلال الفتره الحاليه. كمان ضم لاعبين صغار من اجل النزول بمعدل اعمار على رسوم مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمد شحاته، احمد نبيل كوكا، ابراهيم عادل، اسامه فيصل، ومحمد حمدي. دي كلهم اسماء صغيره في السن. بدا الكابتن حسام حسن وجهازه الفني، كابتن ابراهيم، كابتن طارق صوي، كابتن طارق سليمان، موجود كمان كابتن محمد عبد الواحد، كابتن سعفاني، ينزلوا بالاعمار زي ما قلت لحضراتكم عشان المسابقات القادمه والاستحقاقات القادمه. فكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في مستهل مشواره في التصفيات الافريقيه. ومن هنا بنادي وبقول جمهور مصر، جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، الاتحاد، المنصوره، المحله، انا اسوان، كل محافظات الجمهوريه، ده اسمه منتخب مصر، ده اللي بيحمل علم بلادك، ده اللي في الخارج يقول لك منتخب جمهوريه مصر العربيه. أرجو الجميع أن نتسابق لمؤازرة منتخبنا أمام منتخب قوي جدا بيمتلك 30 لاعب محترف هم قوام فريق كابفيردي، وبالتالي المباراة حساسة جدا ومهمة جدا، ولما تبدأ مشوارك في التصفيات بفوز على أرضك يتبع ذلك إن شاء الله نتيجة إيجابية مع بوتسوانا خارج الديار، ده هيسهل وصولك مبكرا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأتمنى التوفيق بمشيئة الله لكابتن حسام حسن وجهازه الفني ولاعبي المنتخب اللاعب. طيب عاوز اقول النهارده انا كنت سعيد ان عندنا مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي احرز هدف اليوم 3-1 في مباراته امام مونبلييه، وايضا مرموش مع فرانكفورت احرز هدف النهارده امام هوفنهايم الالماني في نتيجه ايضا 3-1. انا بتكلم كده ليه؟ زي ما قلت لكم كل اللاعبين المصريين هينتظموا في المعسكر بداية من غدا، وكانوا في راحة سلبية، فعشان تجهزهم بدنيا الأمر مش سهل أبدا، صعب ومحتاج جهد ومحتاج وقت. فإحنا دلوقتي كل اعتمادنا على الخمسة ستة اللي جايين لنا من بره، على محمد صلاح مع تريزيجيه مع مرموش مع مصطفى محمد مع النني مع حجازي، اعتمادنا عليهم، اللعيبة اللي هي اتجهزت بره وبدأت المسابقات بتاعتها والدورية تيجي. ودايما أقول أرجوكوا أي نادي يجي اللاعب فيه احتراف يسهل عملية الاحتراف. عبد المنعم إن شاء الله هيكسر الدنيا مع نيس الفرنسي اللي بدأ نزوله في التدريبات وداخل في قائمة فريقه في مباراته القادمة في الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي. كنت هكون أكثر سعادة لو لقيت كوكا أيضا موجود في مهمة احتراف والنادي الأهلي يسمح له بكده. إبراهيم عادل لاعب تألق في الأولمبياد أحرز 3 أهداف، واحد أصبح دلوقتي بيعتمد عليه الكابتن حسام حسن في منتخبنا الأول. فده ولد محتاج مننا كلنا إن احنا ندعمه. جاي له عرض احتراف في نادي اختاف الأسباني، وده طبعاً الدوري الأسباني كلنا عارفين أنت بتتكلم على واحد من الدوريات سوبر ستار في أوروبا وفي العالم كله. فأنا يعني عاوز أقول إدارة نادي بيراميدز، أولا مبروك لبيراميدز حصولها على مسابقة كأس مصر، فرقة محترمة كللت جهودها خلال السنوات الماضية والموسم ده اللي حصل فيه على ثاني الدوري بحصوله على كأس مصر. فرحة كبيرة جدا عاشتها إدارة نادي بيراميدز ولاعبي نادي بيراميدز بالأمس بعد فوزهم على نادي زد بهدف مقابل لا شيء. وأنا بقول لحضراتكم النادي ده يستحق الحصول على هذه البطولة، لأن النادي ده بيقدم كرة قدم محترمة وكرة قدم الكل بيحترمها. وبالتالي لما بلاقي أكثر من نادي بينافس مع النادي الأهلي ويعود نادي الزمالك مع نادي المصري بورسعيدي مع كل الأندية اللي موجودة، ألاقي الاتحاد، ألاقي سيراميكا كليوباترا، ألاقي كل الأندية
ده شيء بيسعدنا كلنا، لان بيبقى في منافسه ما بين كل الانديه، ما بيبقاش نادي واحد بنعرف من البدايه ان هو فايز بالدوله لغايه الاخر، وده اللي احنا محتاجينه. لكن انا في الوقت نفسه نفسي اداره نادي بيراميدز وعلى راسها المالك في الامارات، ولهم كل التحيه وكل التقدير في اشقائنا في الامارات العربيه المتحده، وايضا السيد ممدوح عيتانا، نفسي تسهلوا عمليه احتراف هذا اللاعب، لانه لاعب مهم جدا وبينتظر مستقبل كبير. معايا الصديق العزيز الاستاذ احمد عباس وكيل ابراهيم عادل. يا احمد بيه منورني واهلا بيك، وحشنا كتير. عزيزي الغالي المحترم، وسعيد باللي انت قلت دلوقتي المقدمه الجميله، سواء المنتخبات او الانديه وتسهيل الاحتراف للاعبيها، لان احنا لغايه دلوقتي لسه مش قادرين نوصل الانديه. ايه فايده منتخب مصر وايه فايده الانديه اساسا اللي بتخدم على منتخب مصر؟ مظبوط، لازم تساعد في احتراف ولادها. طيب ايه حكايه طبعا. ابراهيم عادل، عاوزك تلخص الحكايه وتقولها لي. هو تغيير شديد جدا. انا معايا شريك وكيل مصري بس عايش في قطر، محمد سحاته، ومعانا شريك وكيل اسباني. اتفقنا مع بعض ان احنا متابعين ابراهيم عادل في البطوله، وجبنا العرض من البنك الكتافي، وبدانا وبعتنا فعلا عرض رسمي للنادي البيراميدز، واتفقنا على مبلغ معين. وقلنا له لو المبلغ كده ممكن، يعني المبلغ 350 ألف دولار على 6 شهور، لكن بعد 6 شهور المبلغ كام؟ 350؟ لا 350 ألف على 6 شهور. لا تاني المبلغ بس ما سمعتوش. 4 مليون يورو. 4 مليون يورو، تمام. لكن هنبدا ب 6 شهور يعني 350 ألف يورو، ويستكمل بعد 6 شهور 4 مليون. وافقوا على الكلام ده، بس فوجئنا ان هو بعت اللاعب ومعاه واحد تاني احنا ما نعرفوش، قالوا ده الوكيل بتاعه. فطبعا اوروبا حضرتك عارف ان اللي بيقدم العرض هو اللي بيبقى فيه معاه الاكتفاء. فالنادي قال لهم مستر روبرت هو بيدفع تعاقدات. ثواني يا فندم، معلش يا استاذ احمد، ارجع لدي. مين اللي راح معاه وكيل تاني؟ ابراهيم عادل؟ واحد اسمه لا واحد اسمه واحد واحد اسمه عمر ناجي اعتقد. عمر ناجي. مين اللي بعته مع ابراهيم عادل؟ النادي؟ نادي بيراميدز. ماشي، بعت وكيل تاني. وقالوا لي والله ده الوكيل بتاعه ومش هتعرف تاخده عن طريق. طبعا الانديه في اوروبا ما بتعملش كده، ولا في اللي هو يحكي لك، اللي بيقدم العرض واللي بيقدم الاوفر هو ده اللي بيتم التعامل معاه. واحنا مقدمين العرض ومقدمين كل شيء واتفقنا على كده. لكن هم بطريقه غير ملمه بعتوا واحد تاني، ولا تلاقي الاهتمام مش هيتم الا عن طريق الوكيل بتاعه. طبعا النادي في زعل لانه بعت لنا رساله رسميه بالكلام ده. هل ابراهيم عادل كان وقع بالفعل؟ لا ما وقعش. لا ولا مضى على اي حاجه؟ لا الفكره مش توقيع، لا ما رضاش مع اي حد ولا حتى مع عمر النادي كمان. تمام، اللي وصل لي. يبقى الخلاف دلوقتي ما بين ان نادي بيراميدز بيقول في وكيل خاص هو اللي خلص الصفقه لابراهيم عادل، والنادي هناك بيقول انا الوكيل اللي قدم لي العرض اللي هو حضرتك ومعاك الشريك بتاعك هم اللي يكملوا. محمد شحاته اللي يكملوا. تمام كده؟ طيب هل نادي ختافي خلاص يعني صرف نظر عن الصفقه ولا ايه؟ طبعا لغايه قبل ساعتين من امبارح، قبل الساعه 12:10 مساء، تاني مصممين على ان هو ده اللي يروح. فقال لي لا، انا التعامل ده ما بيتمش بيه، وانا اسف ان انا مش هتعامل مع انديه مصريه بالشكل ده، لان ده طريقه مش احترافيه وما يصحش. وده رسالة واضحة، وأنا بعت لو ظهرتها على الشاشة الرسالة بتقول الكلام ده. وعندي رسالة مضبوطة من النادي بالشكل ده، إنه لا يمكن التعامل بالشكل ده مع الأندية في انتقال اللاعبين، ولا الأندية تتعامل بالشكل ده. فطبعا خدوا قرار بإن هم يقفلوا الملف بتاع إبراهيم عادل. إبراهيم عادل، لكن الحقيقة يمكن المفاجأة بقى اللي اتعملت كويس، إنه كنا محضرين عبد الرحمن مجدي. وكانوا موافقين وقالوا خلاص هنبتدي نتفق مع النادي الاسماعيلي على يناير. وعمر الساعي كان هيروح فرنسا. لكن منصور صلاحات الحقيقي تعمل باحترافيه جديده جدا. عبد الرحمن راح بيراميدز والساعي راح الاهلي. وبناء على طلب بصراحه بفكر المهندس ناصر ابو الحسن انه طلب طلباته نفذ طلباته وبناء على رغبه اللاعبين. يعني عبد الرحمن مجدي كان هيروح نادي ختافي بديلا لابراهيم عادل، صح كده؟ بديل ابراهيم عادل، بالظبط. وعمر الساعي كان هيروح بيراميدز. لا عمر الساعي كان هيروح فرنسا. كان هيروح فرنسا. ولكن برضه انتقالا في الشتاء، الانتقالات قفلت امبارح، فكنا هنجهز للعروض دي من يناير. ليناير. هل ممكن ان انت يعني تجددها لنادي بيراميدز وللنادي الاهلي حاليا للاعبين الاثنين هيكونوا موجودين فيه، ولا صعب؟ لا طبعا موجود، بس طبعا هيرجع للعرض الملك تاني، هيبقى وجوه هيكونوا كام؟
كل شيء قابل، لان الاثنين تحت يعني تحت الملاحظه، والاثنين عايزينهم، الانديه اللي موجوده عايزينهم. مين محتاج الساعي في فرنسا؟ مين النادي الفرنسي اللي محتاجه؟ لا، في اكثر من نادي، مش ناديين دول. اكثر من نادي، اه اكثر لا، من مش طبعا يعني اظن اللي مش عارف اقول اسماء الانديه، لان الطريقه اللي بتعمل بيها الوكلاء والانديه دلوقتي بيروحوا بيلفوا مره كتير، يعني طريقه مش مظبوطه، ما بس انت بقاش عارف ان الساعي خلاص رسميا اصبح في الاهلي وتم قيده. وتم. وعلى فكره الارقام اللي اتعملت ارقام حلوه جدا، وصح نادي الاسماعيلي شفت تمام الارقام اللي اتعملت عليها، لكن هو اتعملت كويسه. تمام اشكرك شكرا. لكن في حاجه تانيه عايز اقولها اتفضل برضو، اتفضل اتفضل. برضو مهندس نصر حسن هو محضر مفاجاه تانيه، يعني هو باع الاثنين كويسين ومحضر عروض تانيه اقوى كمان قوي قوي، والاثنين دول انا كنت عايزهم اساسا من دوري، يعني من مصيبة بس بيلعبوا دور تاني. لكن هو لما عرف طلب دور. طيب سؤالي الاخير برضو بالنسبه لابراهيم عادل، هل بيراميدز اوقفه بالفعل زي ما سمعنا؟ والله لا، ما عنديش فكره طبعا، لان الولد طبعا حاله انهيار شيء، هم هناك قالوا لي انه بكى وحاله انهيار، وده اللي حصل على فكره، مش عايز اشبه طبعا بحاله احد اللاعبين لا اللي احنا توفوا. مش عاوزين نشبه تشبيهات يعني، بص لكن عشان ده عالم احتراف رايح طبعا جاي ده يعني. الاحتراف، لكن انا كان يهمني ابراهيم عادل كده صغير هو ومستقبله كويس ابراهيم مع عادل كان سافر اسبانيا يا استاذ احمد؟ هو موجود لغايه دلوقتي هناك، لا ابراهيم عادل في لغايه ما معسكر فيش. لا ثواني بس، ابراهيم عادل في معسكر المنتخب يا فندم. لا لا يا فندم ابراهيم عادل على مسؤوليه، ابراهيم عادل في معسكر المنتخب. ايوه، بس اصل ابراهيم لغايه عادل امبارح حاليا في اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها موجود في يبقى معسكر جه، المنتخب، وكان سافر، كان سافر بناء على اتصال من اداره بيراميدز مع الجهاز الفني عشان جواز سفره اللي سمحوا له ان هو وراح ياخده اسبانيا. بناء على مخاطبه من نادي بيراميدز مش من حد تاني. وبدل حضرتك لغايه امبارح او اول امبارح كان موجود في اسبانيا، لا هو وصل مصر وانضم وصل للمنتخب خلاص. هناك. ما اعرفش طبعا اخر اخباره، طبعا هناك كان مدير النادي هناك كان بيشوف لي الحاله، يعني كان متمسك انه يكون معاهم، وكان هو متعاطف معاه، لكن الظروف في انا بقول لحضرتك ان السفر تم بموافقه نادي بيراميدز بناء على طبعا انا اتصالات مع عارف، انا الجهاز عارف، الفني وسافروا بيه وده كله كده. وبعتوا معاه اللي هو عمر ناجي، عمر ناجي. اللي هو سبب المشكله، ان هو قالوا لا دلوقتي وهناك مش قال لك انا. لا. تمام شكرا يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. شفتوا احنا وصلنا لايه؟ الصفقه باظت عشان حاجه. الراجل بيقول انا اللي جبت العرض ومعايا محمد شحاته شريكي كشركه، وبعدين نادي بيراميدز العرض 4 مليون يورو اول 6 شهور على سبيل الاعاره 350 الف يورو، وبعد كده يكمل باقي العرض. نادي بيراميدز قال لك لا، الوكيل بتاعه هو عمر ناجي هو اللي يخلص الصفقه، وتم مخاطبه من نادي بيراميدز مع الجهاز الفني ان هم يسمحوا لابراهيم اللي هو يسافر يخلص العرض ويرجع مره ثانيه، وده اللي تم، ان احنا بنسهل عمليه الاحتراف. سافر ابراهيم عادل ومعاه عمر ناجي، اداره نادي ختافي رفضت التعامل مع الوكيل اللي حدده نادي بيراميدز بناء على ان الناس قالت اللي جايبين العرض هم محمد احمد عباس ومحمد شحاته، هم اللي لهم الحق في ابرام التعاقد. ده القصه باختصار. وللاسف الشديد، للاسف الشديد تمام، زيزو ومحمد شحاته وناصر ماهر حالا انضموا بعد ماتش سبورتنج الودي اللي اقيم عصر اليوم، انضموا الى معسكر المنتخب رسميا منذ قليل، زيزو ومحمد شحاته وناصر ماهر، وغدا ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي هيكونوا موجودين مع المنتخب. انا بتكلم كده ليه في موضوع ابراهيم عادل؟ السيد احمد عباس قال لك الساعي كان جاي له عرض في فرنسا، وعندنا كمان عبد الرحمن مجدي كان جاي له عرض هو الاخر خارج البلاد اللي هو يكون مكان ابراهيم عادل في ختافي. لا ده راح ولا ده راح ولا ده راح، التلاتة قعدوا، ابراهيم عادل زي ما هو في بيراميدز، عبد الرحمن مجدي اصبح في بيراميدز، عمر الساعي الى النادي الاهلي. طيب بمناسبه عمر الساعي، النهارده النادي الاهلي اتم صفقه من العيار الثقيل بضم عمر الساعي الى صفوفه مقابل 50 مليون جنيه. والاسماعيلي كمان طلب شفهيا التعاقد مع عمر حمدي من الاهلي. الخبر ان وافق مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه السيد نصر ابو الحسن على بيع عمر الساعي لاعب وسط الفريق للاهلي، ووافق مجلس بعد اجتماعه اليوم، المجلس وافق على بيعه ب 50 مليون جنيه، الاهلي هيدفع منهم 35 مليون جنيه كاش نظير انتقاله و 15 مليون جنيه قسط لمده سنه. الساعي عنده 21 سنة، لعب مع الإسماعيلي 33 مباراة، نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4
اخرين. المسؤول الاهلي طلبوا من الاهلي او مسؤول الاسماعيلي التعاقد مع عمار حمدي لاعب الاهلي المعار للمقاولين العرب، وبعد هبوط المقاولين العرب لدوري المحترفين، عمار طبعا واحد من اللعيبه اللي كان موجود في اتحاد اسكندريه قبل كده برضه، ولاعب مهاري جدا ويفيد نادي المقاولين العرب. لكن عندي حاجه عاوز اتكلم فيها النهارده يا ساده. الاهلي خد الساعب 50 مليون جنيه، وبرضو هم حر، كل واحد حر، اهلي زمالك خلوا البورصه تشتعل زي ما حضراتكم عاوزين، مفيش مشكله. لكن ابني يبقى في حضني، ابني يبقى في حضني وسيبه وارجع مره تانية اجيبه؟ ابني عندي وما بكلفنيش حاجه، اكله وشربه وتمرينه، امشيه وارجع اجيبه ب 50 مليون جنيه؟ فين العين اللي بتتابع في قطاعات الناشئين في الانديه؟ اللي يقولك ده يكمل وده ما يكملش، ده المفروض يحاسب المسؤول عن هذا الامر. لاعب كان موجود عندي في صفوفي وبيلعب في قطاعات الناشئين لاعوام عديده، اسيبه يمشي وبعد فتره ارجعه مره تانية ب 50 مليون جنيه؟ ودي مش المرة الأولى. أنا هقول لحضراتكم بما إننا في الأهلي، حسن مصطفى في فترة الانتقالات الشتوية عام 2004 تم التعاقد مع حسن مصطفى قادما من نادي الاتحاد السكندري مقابل 400,000 جنيه وهو من ناشئي النادي الأهلي. أدي قدامنا. مؤمن زكريا ربنا يشفيه في فترة الانتقالات الشتوية عام 2015 تم التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب نادي إنبي واللي كان معار لنادي الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه، وده كان موجود أيضا في ناشئي النادي الأهلي. محمود كهربا في فترة الانتقالات الشتوية عام 20 تم التعاقد مع كهربا قادما من نادي أفيش البرتغالي مقابل 400,000 يورو وهو أيضا من ناشئي النادي الأهلي. إسلام محارب فترة الانتقالات الصيفية عام 17 تم التعاقد مع إسلام محارب قادما من نادي سموحة مقابل 22 مليون و250 ألف جنيه بجانب إعارة ناصر ماهر وهو واحد من ناشئي النادي الأهلي. أيمن أشرف فترة الانتقالات الصيفية عام 2017 تم التعاقد مع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر وهو أيضا من ناشئي النادي الأهلي اللي كانوا موجودين. هشام محمد في عام 2017 تم التعاقد مع هشام محمد قادما من المقاصة بقيمة 9 ملايين جنيه وإعارة جون أنطوي للمقاصة وهو أيضا من ناشئي النادي الأهلي. عمر كمال عبد الواحد في فترة الانتقالات الشتوية عام 24 تم التعاقد معاه قادما من نادي مودرن سبورت مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك وعبد الرحمن رشاد وأحمد خالد كباقة لنادي مودرن سبورت وهو من ناشئي النادي الأهلي. يبقى يا القائمين على جهاز الناشئين في النادي الأهلي وفي نادي الزمالك وفي كل الأندية، قبل ما فرط في ولد عندي من قطاعات الناشئين، ده صور، ادي صور الساعة وهو بتيشيرت النادي الأهلي، تمام؟ العين اللي موجودة لازم تشوف الموهبة دي هتكمل معايا وهتفيدني ولا لا. مش يبقى ابني وبين حضني ومشيه وبعد كده رجعه بملايين الجنيهات، ما دي خسارة كبيرة عليك. الراجل ده لو استمر في قطاعات الناشئين من أول ما بدأ لغاية ما تعمل له عقد مع الكبار وهو لسه سنه 21 سنة، ما كانش لغاية دلوقتي يكلفك 5-6 مليون جنيه، مش 50 مليون جنيه. أنا ما بتكلمش فقط للنادي الأهلي، لكل الأندية. قبل ما تفرط في واحد من عندك من الناشئين وتقول لا ما يقدرش مش هيفيدني يمشي ببلاش وارجع بعد كده أنا اللي اتحايل واجيبه بملايين ليه؟ وأنا بحيي إدارة النادي الإسماعيلي شاطرة. النهارده 90 مليون جنيه النادي الإسماعيلي في عبد الرحمن مجدي وفي عمر الساعي، 50 من الأهلي و40 من نادي بيراميدز، يفكوا أزمة كبيرة وأزمة القيد. ده النهارده نادي النجوم سيد محمد الطويلة بعت للاتحاد المصري لكرة القدم منع اعطاء الترخيص للنادي الاسماعيلي اللي يلعب في الدوري لانه عليه حكم نهائي في مبلغ مستحق النادي النجوم لم يسدده. فالاسماعيلي في ازمات مالية ووقف قيد، يقدر ب 90 مليون جنيه دول يقدر يحل ازماته المالية المتراكمة خلال الفترات الماضية. لكن في نفس التوقيت انا استغنيت عن اتنين من اهم النجوم اللي موجودين في الفريق واللي شايلين. اي نعم طلع كام لاعب من قطاعات الناشئين، لكن ما يقدروش يكملوا لوحدهم، لازم يبقى عندهم اثنين وثلاثه واربعه وخمسه خبره في وسطهم.
يقدروا ان هم يكملوا باسم نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي بيعاني منذ اكثر من موسم في البقاء في الدوري الممتاز، وبيقعد على الاخر سواء كان مع كابتن حمزه الجمل او مع كابتن ايهاب جلال. فاحنا محتاجين كل لاعب، لكن في نفس الوقت غصب عنه 90 مليون جنيه جاي لي وانا مش لاقي، فلازم ان انا ابيعه. فقطاعات الناشئين مناجم ذهب في الانديه، وقلت لحضرتك الجنيه اللي هتصرفه على اللاعب الناشئ هيوفر عليك 10 و20 جنيه فيما بعد. اصرف على قطاعات الناشئين وطلع منها. الاهلي عنده في قطاعات الناشئين ما شاء الله حاليا ذخيره في 2005 و2006 و2007 و2008. بقول لحضراتكم الولاد دولت لما يدخلوا واحده واحده مع الفريق الاول يكسروا الدنيا. الزمالك امبي اللي مكسر الدنيا في قطاع الناشئين بتاعه. المقاولين لما اهمل قطاع الناشئين في فتره من الفترات نزل. قطاعات الناشئين هي المنجم اللي لازم الانديه كلها تستغله اذا ما ارادوا يعني تحديد المصروفات شويه. طيب الاهلي في ضم محمد بن رمضان بيحسم قراره تجاه الصفقه خلال 48 ساعه. الاهلي انهى اتفاقه مع النادي المجري اللي بيلعب فيه محمد بن رمضان، هيدفع الاهلي 2 مليون و100 الف دولار بجانب 100 الف يورو عفوا، بجانب 500 الف يورو امتيازات. يبقى الاهلي هيدفع للنادي المجري مليون و100 الف يورو بجانب 500 الف يورو امتيازات. الاهلي عاوز يحسم الصفقه خلال 48 ساعه قادمه، تمام؟ فالنادي المجري قال له قيمة الصفقة أنا عاوزها على قسطين اتنين. النادي المجري عاوز قيمة الصفقة على قسطين اتنين في 6 أشهر، كل 6 شهور يسدد قسط. الأهلي عاوز يسدد على 3 أقساط، على أن يكون الفرق بين كل قسط والآخر 6 شهور. يعني الأهلي عاوز يسدد في 18 شهر، والنادي المجري عاوز كامل مستحقاته في 12 شهر في سنة. ده الخلاف. يبقى هما اتفقوا مليون و100 ألف يورو بجانب 500 ألف يورو امتيازات. الأهلي بيقول أنا هسددهم على 3 أقساط، كل قسط بينه وبين التاني 6 شهور، يعني خلال 18 شهر. النادي المجري بيقول لا أنا عاوزهم على قسطين اتنين كل 6 شهور، يعني في 12 شهر. النادي الأهلي كمان رفض إن كان النادي المجري قال له إعادة البيع آخد 25%، النادي الأهلي قال له لا 10%. النادي المجري دلوقتي أهوت حالا بلغ النادي الأهلي اللي لو ما تمش الاستجابة لمطالبه خلال ساعات هيتم تجميد المفاوضات إلى يناير. ده الجديد. يبقى إذن الجديد في صفقة بن رمضان تم الاتفاق على الأمور المالية، الخلاف في حاجتين اتنين، المليون ومئة ألف يورو بجانب الامتيازات الأخرى الأهلي عاوز يسددها على 3 دفعات في 18 شهر. النادي المجري عاوزهم في 12 شهر على قسطين. النادي الأهلي 10% نسبة إعادة البيع مرة أخرى. النادي المجري طالب 25%. حاليا النادي المجري بلغ إدارة النادي الأهلي في خلال ساعات إن لم يتم الاستجابة لكافة مطالبنا هيتم تجميد الصفقة حتى شهر يناير القادم اللي هي فترة الانتقالات الشتوية. كريم فؤاد مليون سلامة، أجرى يعني جراحة ناجحة للرباط الصليبي في ألمانيا، بنتمنى له التوفيق والسلامة، ولاعب راجل جدا وإن شاء الله يقوم منها معافى ويرجع مرة تانية إن شاء الله يكسر الدنيا. عبد المنعم زي ما قلت لحضراتكم موجود في قائمة نيس ضد أنجي في الدوري الفرنسي في الأسبوع الثالث. يعني عبد المنعم لاعب راجل وينتظر مستقبل مشرق في أوروبا إن شاء الله. إن شاء الله يكون واحد من المدافعين المعدودين في القارة العجوز خلال السنوات القليلة جدا القادمة، ويكون إضافة لمنتخب مصر. أيوة يكون إضافة لمنتخب مصر. نفسي ألاقي الساعي وألاقي إبراهيم عادل وألاقي كوكا وألاقي شحاتة وألاقي غيره وغيره موجودين في الأندية الأوروبية. هو ده المنفذ يا جماعة. والله والله عايزين ننهض بكرة القدم لازم نسهل، ولازم يبقى في تدخل في عملية التسهيل للاعبينا بالاحتراف في الخارج. طيب بمشاركة الأهلي وسائل إعلام سعودية تكشف موعد قرعة كأس العالم للأندية عام 25، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم
القرعه اللي هيشارك فيها النادي الاهلي وهتستضيف في الولايات المتحده النسخه الاكبر من البطوله بنظامها الجديد بمشاركه 32 فريق. وفقا لتقارير سعوديه موعد القرعه هو 9 ديسمبر المقبل، يوم 9 ديسمبر المقبل ان شاء الله. وستقام مباراه البطوله بين 15 يونيو 25 وحتى 13 يوليو عام 25. يبقى البطوله هتقام بين 15 يونيو و13 يوليو، يعني ما يقرب من شهر عام 25 ان شاء الله. فيما قاعدين اثنين لم يتم حسمهما حتى الان هما بطل امريكا الجنوبيه 24 وممثل امريكا. النهارده اشرف داري نجم المنتخب المغربي واللي انضم الى النادي الاهلي هيكون اضافه قويه جدا مع يحيى عطيه الله، اثنين مدافعين موجودين في المنتخب المغربي. اجرى حديث صحفي النهارده لموقع النادي الاهلي، قال في كلمات عطيه الله شجعتني للموافقه. الاهلي معروف اي واحد عاوز ينجح يجي النادي الاهلي، النادي الاهلي اي واحد عاوز ينجح يروح وهو مغمض عينه، في منظومه ماشيه كده، ماشيه ستريت في نجاح. فوجوده في النادي الاهلي شرف للاعب وهتزداد قيمته خلال الفترة القادمة إن شاء الله مع وجوده في النادي الأهلي، زي ما علي معلول تونسي كان موجود وكان قبل كده أزارو اللاعب المغربي كان موجود، لا هم هيكونوا إضافة سواء أشرف داري أو يحيى عطية الله. أشرف في حديث قال فيما يأتي، قال أنا سعيد جدا بالانضمام لصفوف الفريق متمنيا أن يحالفني التوفيق في المرحلة القادمة وأن أقدم كل ما لدي لمساعدة زملائي وإسعاد الجماهير. تحدث عن شعوره بعد ارتداء قميص الأهلي قائلا أنا في غاية السعادة والفخر بارتداء القميص الأحمر وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق، لقد أتيت إلى هنا من أجل الوصول لهذا الهدف وحتى أساعد زملائي في التتويج مع الأهلي بكل البطولات. هو جاي على نادي بيحصد كل البطولات المحلية والإفريقية ومكان الأهلي معروف. عن تفاصيل المفاوضات قال داري المفاوضات سارت بشكل جيد بين بريس الفرنسي والنادي الأهلي، اخترت وكيل أعمالي باهتمام الكبير بعرض النادي الأهلي، وبالفعل كنت أمتلك الكثير من العروض أبرزها من أسبانيا والسعودية، ولكن في النهاية سعيد جدا بنجاح مفاوضات الأهلي خصوصا أن عائلتي كانت لديها رغبة كبيرة باللعب للنادي الأهلي وتحققت رغبتها أخيرا. أشرف داري قال أنه تلقى ردود فعل طيبة للغاية بعد سؤال رضا سليم ويحيى عطية الله عن انطباعهم عن الأهلي ومنظومة العمل مما ساعده كثيرا في اتخاذ قرار. قال كمان أتمنى أن أكون جزء من هذا النادي العريق وأرغب في الحصول على كل البطولات. قال انه بيعرف جيدا معظم لاعبي النادي الاهلي مثل الشناوي وقفشه وكهربا والسوليه وحسين الشحات، ويتمنى ان يكون اضافه جيده وان يعمل الجميع على قلب رجل واحد. قال ان المنافسه بين اللاعبين في الاهلي مهمه وتصب في مصلحه الفريق، وانه بيعلم مدى صعوبه المهمه وان الاهم بالنسبه له ان يبقى الفريق دائما في القمه. كمان قال مشاركتي مع المنتخب المغربي في كاس العالم بقطر أمر يدعو للفخر، وأتمنى مواصلة المشوار وتسجيلي هدفا في مرمى منتخب كرواتيا كان مصدر فخر لي وعائلتي أمام جماهير الكرة في المغرب، وأشكر زملائي في المنتخب المغربي اللي ساعدوني كثيرا في الوصول لهذا المستوى. عن احترافه الأوروبي في سن صغيرة قال داري إن أي لاعب يتمنى اللعب في الدوريات الخمسة الكبرى، والحمد لله لعبت في سن صغيرة في بلجيكا وفرنسا، وأنا اليوم هنا في الأهلي أكبر أندية القارة الإفريقية. أكد أن ترحيب جماهير الأهلي بانضمامه للفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسعادتها بتواجده تعد وساما على صدره ورسالة واضحة من الدعم والحب، ووجب عليه ردها في الملعب. عن مواجهاته السابقة أمام جمهور الأهلي قال جماهير الأهلي بتهز الجبال ولها مفعول السحر في كل البطولات اللي بيحققها الفريق، وبالطبع يعني أنا فاكر هتاف تلتة شمال بتهز جبال، مشيرا إلى أنه تمنى منذ الطفولة مزاملة محمد أبو تريكة والجمعة نجمي الأهلي السابقين، طبعا علامات بارزة في تاريخ النادي الأهلي. استكمل كمان أتمنى أن أسير على نفس درب نجم الأهلي الكبير والجمعة، وأن أحمل نفس لقبه الصخرة
ده محتاج شغل كبير جدا، لان وائل جمعه بجهده وبعرقه وبتفانيه يعني وصل لهذا اللقب، وان شاء الله اشرف داري بمجهوده ايضا وعطائه للنادي الاهلي يصل الى هذه الدرجه والى محبه الجماهير المتبادله. هذه مسؤوليه كبيره على عاتقي وتدفعني لبذل اقصى الجهد، واتمنى التوفيق وان اكون على قدر هذه الثقه. ده طبعا تصريح اشرف داري لاعب المغربي في مقاله. الاتحاد السكندري دخل في مفاوضات مع محمود متولي مدافع النادي الاهلي اللي شارك في 59 مباراه، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف اخر، شارك هذا الموسم في 5 مباريات فقط مع الفريق في مختلف المسابقات. الاتحاد بدا في ابرام العديد من الصفقات خلال الفتره القادمه، منهم كريم يحيى ظهير ايمن الداخليه، احمد الشيمي لاعب وسط المقاولين العرب، ومروان داوود ظهير ايسر نادي انبي. يلا بينا على نادي الزمالك. يلا بينا على نادي الزمالك. عواد ما باعش نادي الزمالك. عواد ما باعش نادي الزمالك. عواد فضل البقاء في نادي الزمالك على الرغم من تخفيض قيمة العقد. والزمالك كان في احتياج إلى حارس مرمى بحجم وخبرة محمد عواد. عواد لاعب خلوق جدا، معروف عنه دماثة الخلق، وإن شاء الله هيكون إضافة قوية جدا لنادي الزمالك. لكن إيه اللي حصل؟ مفاوضات تمت إزاي؟ قيمة العقد الجديد إيه؟ إلى جانب أيضا القنبلة اللي اترمت خلال الساعات القليلة جدا الماضية. هل نجم مصر والنادي الأهلي والزمالك أحمد حسن سيحل بديلا للكابتن عبد الواحد السيد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك كمديرا للكرة في نادي الزمالك؟ ولا ايه الحكايه؟ ومين اللي رمى الحته دي واسبابها ايه؟ كالعاده نقيدنا الرياضي وصديقنا العزيز الاستاذ محمود فؤاد ياتي بكل ما هو جديد داخل نادي الزمالك. يا استاذ محمود منورني وكالعاده متالق، برحب بحضرتك. حبيبي يا دكتور، مساء الفل على حضرتك وعلى كل متابعينك. انت لما متالق يا دكتور والله. بيت مشاغب كبير وهتعمل لنا مشاكل، انت حر. انت حر يا دكتور اللي بيحصل. انت حر، انت حر، مش هقولك اكتر من كده. حاضر. طيب يلا ابدا بعواد. الحكايه وصلت لفين؟ عواد زي ما حضرتك قلت، عواد اشترى نادي الزمالك، انتهى المسلسل البايخ. ليه المسلسل البايخ؟ لان المفاوضات بين الزمالك وبين عواد استمرت لشهور طويله جدا جدا. كان الكلام رايح جاي، الزمالك قال لهم شروط، عواد قال له شروط، ولكن في الاخر نقول شكرا لمجلس اداره نادي الزمالك، شابوه لمجلس حسين لبيب. ليه؟ لانهم قدروا يحافظوا على حارس كبير بقيمه وحجم محمد عواد، وقدروا ايضا انهم ينفذوا السياسه اللي هم اتبعوها وقرروا يعملوها الفتره اللي جايه، ان هم يحددوا سقف لرواتب اللاعبين اللي هيبقى كل لاعب على حسب قيمته الفنيه داخل الملعب. وعلى الجانب الاخر محمد عواد احترم نادي الزمالك، قدر نادي الزمالك، حافظ على انه يكون موجود نادي الزمالك، واظهر الازمه الماليه الطاحنه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. وخلاص بالفعل عواد جدد عقده مع نادي الزمالك لمده 3 مواسم. برضو يا دكتور عشان تبقى عارف، ام تجديد محمد عواد تم بعد، عشان الناس بتقول ان جوميز كان رافض، جوميز كان فيه اكتر من حارس عاجبه في الدوري المصري. خلينا اقول لحضرتك، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لم يقتنع باي حارس مرمى في الدوري المصري. المجلس دخل في مفاوضات مع اكتر من حارس، لم يقتنع باي حارس، لم يقتنع باي حارس مرمى في الدوري المصري. كان رقم واحد عنده اوصى بتجديد عقد محمد عواد، قال لهم بس انا حارس. انا لما ما اقتنعش باي حارس هتخليني برضو يعني الشيء بشيء يذكر. طب انت يعني ما كسرتش الدنيا ليه قدام الحراس اللي قابلتهم كلهم والمنافسه بتاعتنا؟ الزمالك طول عمرها بتنافس على الدوري وبتنافس هي والاهلي كتف بكتف. لما الاقي الزمالك بشق الانفس يصل الى المركز الثالث، دي كانت كارثه، كارثه كبيره جدا لنادي الزمالك. في ظل ان هو يقول لك الحراس، طيب يا سيدي عاوز جلادين للحراس دول، مظبوط ولا انا غلطان؟ بالتاكيد صح. فهو بلغ الاداره من فتره لما قالوا له اكتر من حارس، قال لهم لا انا عايز اجدد عواد. فبناء عليه هو كان الراجل كان قلقان ان عواد ما يجددش، ولكن قبل الجلسه اللي حصل فيها الجلسه الكابتن حسين لبيب والكابتن حسين السيد، وعشان كده شفنا الكابتن حسين السيد هو اللي ظهر في الصوره مع تجديد محمد عواد. كابتن عبد الواحد السيد تواصل مع جوميز وقال له عواد، قال له لا خلاص انا موافق بشكل رسمي على تجديد عقده. وبالفعل تم الحسم، جوميز موافق، عبد الواحد السيد موافق، كل الناس موافقه، ويعني موافقه جماعيه داخل
مجلس او داخل نادي الزمالك هل على الكابتن حسين السيد بصفته ان هو كان حارس مرمى طبعا كبير لنادي الزمالك والمنتخب، وانا عارف ان هو مسؤول قطاع الناشئين في نادي الزمالك، هل هو دخل بصفته ان هو حارس مرمى قديم ويعني خلص هو الصفقه ولا ايه بالظبط؟ لا لا، هو الكابتن حسين السيد زي ما حضرتك بتقول عضو مجلس اداره ومشرف على قطاع الكره، ماسك مع الكابتن احمد سليمان، ولكن هو من اول ما المجلس ده تولى المهمه الكابتن حسين السيد واخد قصه قطاع الناشئين، ولكن مفاوضات شخصية مع عواد محترمة جدا تمت ومحبوب جدا جدا بصراحة جدا وبيحب نادي الزمالك، جدا. وخليني اقول لحضرتك بيدفع لنادي الزمالك أنا كتير عارف في أنا السيرة، عارف أنا عارف. بيدفع لنادي الزمالك كتير كتير، فهو ظهر في السوشيال مفاوضات تمت، كان الكابتن حسين لبيب ومع حسين السيد وخلصوا القصه، وتم تجديد عقد عواد بشكل رسمي 3 مواسم. قيمة تمام. العقد يا دكتور بقى، أنت عارف إن عقد عواد كان العقد اللي انتهى الموسم ده كان 79 مليون جنيه على 5 مواسم، آخر موسمين 18 مليون و18 مليون، فعشان كده الزمالك كان رافض بشكل العقد الجديد عواد 3 مواسم ياخد في الموسم الأول 7 مليون جنيه، في الموسم الثاني 8 مليون جنيه، في الموسم الثالث 9 مليون جنيه وامتيازات عديدة أخرى. ده بيأكد اللي إحنا قلناه مع حضرتك من كذا يوم كده، إن عواد واسع على تخفيض عقده بنسبة 50% وأكثر، يعني هو ده قيمة عقد عواد 7 مليون 8 مليون 9 مليون، ومكافآت أخرى بقى في حالة الفوز بالدوري والفوز بالكاس والمشاركة والفوز بالكونفدرالية وفوز دوري أبطال أفريقيا، ولكن هو عقد محترم نشكر عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ونشكر أيضا على نشكر محمد عواد إنه كان رأيي الأخير إنه قدر الأزمة اللي بيمر بيها نادي الزمالك ويوافق بشكل رسمي على تجديد عقده. تمام. ده بما يخص عواد. محمود بنتاي خلاص. خلاص، محمود بنتايك نادي الزمالك تعاقد معاه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من فريق سانت تيان الفرنسي، مع وجود بند يا دكتور بحقية الشراء، الإعارة مجاني، نادي الزمالك مش هيدفع حاجة للنادي الفرنسي، نادي الزمالك هيتحمل بس راتب اللاعب، لو الزمالك اللاعب عجبهم مع نهاية الموسم كده أو نهاية فترة الإعارة الزمالك يحق له الشراء 600 ب 600 ألف دولار. ولكن خليني أقول لك يا دكتور إم، الإعلان الزمالك برضو يعني على الصفقة شيء مبالغ فيه جدا. هتقول لي يعني إيه مبالغ فيه؟ هقول لك صدق أو لا تصدق يا دكتور إم، الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عملت 10 بوستات للصفقة. 10. عشرة. يعني حاجة يعني إيه؟ مغالى فيها. هو الإيه؟ مغالى جدا فيها بصراحة. جدا جدا، بس هو برضه إن الزمالك ما كانش في قيد الأزمة، هو يعني إيه؟ ممكن يكون هي القصة عشان كده، لكن أنا شايف من وجهة نظري 10 بوستات كتيرة جدا جدا على صفقة يعني. بركاوي خلاص الصفقة مش هتتم؟ الايه؟ لا بركاوي خلاص شكرا مع السلامه، فشلت الصفقه خلاص. فشلت. لا لا فشلت بشكل بنسبه 1000000%، البركاوي لن ينضم لنادي الزمالك. طيب عندنا يعني واحد من المهاجمين اللي له باع في نادي الزمالك من اول ما جه مصر، سواء كان في طنطا او في المقاولين او في الزمالك، سيف الجزيري. النهارده في رساله غامضه من سيف الجزيري، الرساله موجوده قدامنا على الشاشه. اعظم جمهور في الكون، شكرا على كل الدعم الذي قدمتموه لي. ده رسالة سيف لنادي الزمالك، ده معناها ايه؟ بشكره ولا انا هكمل معاكم ولا شكرا فركش كل واحد في طريق؟ هو ما لهاش الا معنى واحد في ظل الازمه القائمه والحاليه بين اداره نادي الزمالك او بين نادي الزمالك وبين سيف الجزيري بشان مستحقاته الماليه واللي تتعدى 350 الف دولار ولم يحصل عليهم حتى الان. الرساله انه بالفعل خليني اقول لك ان علاقه الجزيري مع نادي الزمالك تقترب فعلا من الانتهاء. ليه؟ تقترب من الانتهاء يا دكتور بعد انتهاء المهلة كده المحددة للرد على شكوى الزمالك بشأن مستحقاته. زي ما انت عارف كان سيف الدين الجزيري بعت انذار لنادي الزمالك عشان ما خدش مستحقاته واللي تتعدى 350 الف دولار. نادي الزمالك لم يرد على الجزيري حتى هذه اللحظة، ما ردوش عليه، او هو قال لهم هو موجود في معسكر تونس حاليا، لما ترجع هنقعد ونشوف قصة مستحقات. ولكن عرفنا كده ان اللاعب بخلال الساعات اللي جايه لو القصة ما اتحلتش على وجه السرعة هيبدا اجراءات التقاضي ضد نادي الزمالك للحصول على بس مستحقاته. يعني ومال الزمالك في احتياج لمهاجم بحجم سيف الجزيري، وهو حاجه، وهو بس مهاجم كويس جدا على فكره، يعني هو مهاجم كويس وبيفيد نادي انا الزمالك معاك وخلاص انا معاك معاك في دي. طيب احمد حسن دلوقتي انهم يخلصوا يتواصلوا معه في ظل ان خلاص هو تم قيده في قائمه الفريق. طيب احمد حسن، احمد حسن الكابتن احمد حسن يا دكتور بالفعل تم ترشيحه من قبل الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره ومشرف عمل الكوره انه يكون موجود في منصب مدير الكوره الفتره اللي جايه.
ولكن الخبر الامر غريب بصراحة. جدا، ولكن الامر برضه عشان تبقى عارف الامر قوبل بالرفض من العديد من 90% او اكثر من 90% من اعضاء مجلس الاداره، قالوا له ما ينفعش الكلام ده، كان رايهم واضح وصريح. كابتن احمد حسن دايما وباستمرار بيعلن انتمائه للنادي الاهلي، فما ينفعش انه يتواجد في هذا المنصب، وخاصه ان قالوا له يعني في الرفض زمالك جه عشان احمد حسن بيعلن انتمائه للنادي الاهلي وكابتن احمد، مش دايما عشان هم عبد الواحد السيد عامل يعني استقرار في الفريق وخلافه، لا لا هو عشان في كده. برضه في ازمه بين برضه، انت كده هتدخلنا دكتور ماشي انا دخلته في حاجه والله، ما دخلته في حاجه في ازمه قائمه فعلا بين الكابتن احمد سليمان وبين الكابتن عبد الواحد السيد. يعني. ده مدرسه الزمالك الموجوده، سواء الكابتن احمد سليمان طبعا اللي بتمنى له الصحه والعافيه، واحد من الناس اللي انا بحبها جدا جدا، راجل محترم حارس جدا مرمى ومدرب حراس مرمى منتخب مصر لفترات عديده، كابتن حسين ومخلص السيد لنادي حارس مرمى، الزمالك. عبد الواحد، يعني ثلاثه حراس مرمى. ايه بالظبط ده، احنا ثلاثه حراس مرمى. الكابتن احمد سليمان هو اللي رشح الكابتن احمد حسن ليتولى منصب المدير الكره اللي بيتولى حاليا الكابتن عبد الواحد السيد. هو بالفعل يا دكتور في طب ازمه ايه قائمه، الاسباب يعني، ليه رشح وليه مش عاوز كابتن عبد الواحد السيد من وجهة في حرب نظرك؟ بارده كده بين الطرفين. كابتن عبد الواحد السيد بالتاكيد يعني ايه، في حاجات مثلا كابتن احمد بيبقى عايز يعرفها ما بتوصلوش، في حاجات في اسباب خفيه كده كتير يا دكتور بين الكابتن احمد سليمان وبين الكابتن عبد الواحد السيد، وده اللي يخلى الكابتن احمد سليمان بيقود مش كابتن احمد حمله. مشرف على الكوره هو وكابتن حسين السيد، وبالتالي اكيد في جلسات على طول ما بينهم وبين مدير الكوره، بين هموم اللاعبين، بين احتياجات اللاعبين، كل حاجه بتبقى موجوده عند لجنه الكوره والكابتن احمد معروف. سليمان برضه عشان تبقى عارف كان موجود في الجلسه امبارح اللي جمعت الكابتن حسين لبيب مع لاعبي الفريق داخل معسكر برج العرب، كان موجود الكابتن حسين لبيب، كان موجود الكابتن احمد سليمان. وخلال الجلسه دي يا دكتور عشان تبقى عارف نجح الكابتن حسين لبيب في حل ازمه المستحقات بعد اكثر من لاعب اشتكى له كده من عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ فتره او جزء من المستحقات، وعدهم الكابتن حسين لبيب قال لهم خلال ساعات قليله سيتم وضع او ايداع كده جزء من المستحقات في حساباتكم البنكية. فالكابتن أحمد إمام كان موجود. يعني هي دي ملخص القصة بشأن ترشيح طيب الكابتن يعني في أحمد. خلاف زي ما انت بتقول ما بين كابتن احمد سليمان وكابتن، هل في ما بين كابتن حسين لبيب وكابتن عبد الواحد؟ لا 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 خالص، ما فيش. حتى الكابتن عبد الواحد السيد نفى كل الكلام ده تمام خلال الساعات اللي فاتت، كويس، عشان قال بس لك الراجل بيدعمنا والراجل في ظهرنا ومفيش اي خلاف من اول يوم، انا بكن له كل احترام والراجل بيكن ليا كل احترام، وانا مفيش اي محمود ازمه. انا بتمنى ان الزمالك يبدأ الموسم باستقرار تام. الموسم اللي انتهى بالنسبة للزمالك لازم يقفل عليه، حقق بطولة واحدة الكونفدرالية، لازم يحافظ عليها الزمالك الموسم ده، لازم يرجع تاني ينافس على البطولات المحلية، لأن الزمالك شئنا أم أبينا هو القطب يعني الموجب والسالب مع النادي الأهلي، مش هقول أول وتاني، موجب وسالب الاتنين مع بعض، قطبي. يجي بقى بيراميدز ببقى سعيد بوجوده ومنافسته، ويجي المصري ببقى سعيد، يجي زد أبقى سعيد، ده اللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية. فأتمنى الاستقرار، وإن الزمالك يبدأ الموسم بهدوء بمجلس إدارة محترم، وإن شاء الله يكون عنده صفقات يعني ترضي طموحات جماهيره وكلهم السابق خلال الفترة القادمة. أشكرك زميلنا وناقدنا الرياضي الأستاذ محمود فؤاد، شكرا جزيلا. كابتن علي ماهر من المصري بيقدم عرض لبيراميدز لضم محمد رضا بوبو. تمام، محمد رضا بوبو طبعا لاعب نادي بيراميدز، النادي المصري محتاجه. بوبو خاض 87 مباراه مع وادي دجله قبل كده، قبل ما يروح لنادي بيراميدز، لعب معاه 26 مباراه مع بيراميدز، سجل هدفين، صنع ثلاثه، توج بلقب كاس مصر زي ما قلت لحضراتكم. ارتدى بوبو قميص منتخب مصر في مباراه وديه امام جنوب السودان تحت قياده ريو فيتوريا. نادي النجوم قلت لكم بيطلب منح الترخيص خاص بنادي الاسماعيلي بسبب المعيار المالي، وهنشوف الامور هتصل الى فين خلال الفتره القليله جدا القادمه. وعبد الرحمن مجدي زي ما قلت لكم اصبح في نادي بيراميدز من النادي الاسماعيلي. بلال مظهر انضم الى نادي امادورا البرتغالي، واحمد حسن كوكا يعود الى ريو افي البرتغالي بعد 9 سنوات من الغياب. النهارده النادي الاسماعيلي كان فيه جمعيه عموميه منعقده عشان سحب الثقه من أحد أعضاء مجلس الإدارة، لكنها لم تكتمل. أشوف تقرير، وبعد التقرير اتنين من نقادنا الرياضيين المحترمين الزملاء أستاذ عبد الحميد فراج وأستاذ عبد الحميد الشربيني، وحديث مفصل
عن كرة القدم المصرية بعد هذا التقرير وهذا الفاصل. ما ينفعش ان انا ابيع اللعيبه اللي هي الوحيده اللي ممكن تعمل لي شكل، انت اكيد وكل الناس متابعه، من غير عبد الرحمن مجدي ومن غير عمر الساعي فين الاسماعيلي؟ مفيش فرقه اصلا، فالموضوع هيبقى صعب. وبعدين انت لو بعت هتعرف تعوض؟ انت لو بعت يا دوبك تفتح القيد، طب يعني هتعوض منين؟ هتضطر انك تجيب اللعيبه اللي انديتها سايباها فري. كابتن اب بصراحه الراجل عمل اللي عليه، هو لاعب لعيبه ما كانتش بتلعب اصلا، احنا لعيب الملاعبين او احنا بايعين اياد وحتى ياو كمان، اللعيبه دي ما كانتش بتشارك اصلا السنه اللي فاتت. كابتن ايهاب بصراحه راجل عمل اللي عليه الفتره اللي فاتت واجتهد في ظروف صعبه جدا، وانا عارف هو عمل ايه حاجات كتير انا لسه هتكلم فيها في استفاضه بعد كده. في امور كتير غلط هو وقفها وهو اللي منعها وهو اللي رفضها. المفترض ان لو عدم اكتمالها يبقى عدم صحه اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه طبقا للائحه والماده 42، لان ما فيش حاجه زي ما بيشاع يعني يتم تفويض مجلس الاداره ده في الجمعيه العموميه العاديه، لكن دي جمعيه عموميه غير عاديه. يعني لو الكلام ده صح يبقى معنى كده ان الجمعيه العموميه غير العاديه دي لو ما اكتملتش ندعي لتغيير اللائحه، وبالتالي مجلس الاداره بقى يغير في اللائحه والناس قاعده في البيت. لا يعني انا في الاول في الاخر ملتزم باللائحه، فعندي اللجنه الاولمبيه وعندي ادوات قانونيه هي اللي هستخدمها ان شاء الله باذن الله. احنا موجودين دلوقتي حتى زي ما انت حضرتك ملاحظه الاعلام موجود نتيجه الشفافيه التامه، احنا لسنا مع ولسنا ضد. بدانا عمليه فتح اللجان من الساعه 9 الصبح، هم 4 لجان ب 3970 عضو مسددين، معانا اشراف قضائي داخل اللجان، مانعين عمليه ان عشان عمليه التنظيم الدخول من باب وان الطريقه والخروج من باب. النهارده بعون الله يعني السيطره على الموقف موجوده زي ما انت حضرتك شايفه. كوضع الفريق الاول اكيد طبعا على مر سنوات متفاوته وبعيد جدا جدا، احنا انا اتربيت على ان النادي الاسماعيلي هو القطب الثالث للكره المصريه، اهلي الزمالك اسماعيلي اسماعيلي اهلي الزمالك، وده الكلمه دي بقولها وما زلت بقولها. يعني الوضع صعب جدا جدا على اي مجلس اداره على اي جهاز فني، فبالتالي تسالي خلينا ماشي بقى بعيد عن اي حاجه على المسؤوليات عن الكلام ده كله. انا مش مع بيع اي لعيب، انا تملي مع لعيبه تبقى اولاد اسماعيليه، وعندنا مجموعه الحمد لله رب العالمين قعدت 3-4 سنين اشتغل عليها والحمد لله رب العالمين يعني نتائجها ظهرت في الفتره الاخيره. ايهاب جلال صديق محبب ليا مع كابتن عماد سليمان زميل ملعب وصديق محبب ليا، فبالتالي استمريته من عدمه مش قراري اكيد طبعا يعني، لكن اتمنى باذن الله تعالى اولا واخيرا النادي الاسماعيلي يرجع ازاي، محتاج جهد الدنيا كلها يعني الجمهور اولا واخيرا، وهو الوحيد القائم بعمله بامانه مش مجامله، انا واحد منهم. فبالتالي مجلس الاداره عليه مسؤوليه كبيره جدا 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 وصعبه جدا جدا، اتمنى التوفيق فيها باذن الله تعالى. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية ونجدد التحية ونجدد الترحاب، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين. أرحب بالناقد الرياضي والصديق العزيز أستاذ عبد الحميد الشربيني، منورني لأول مرة وسعيد بوجودك معنا النهارده. شرف كبير لي أكون موجود معك يا دكتور النهارده، إن شاء الله نتمنى حالة مميزة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله متألق كالعادة. الزميل والصديق العزيز ناقدنا الرياضي أستاذ عبد الحميد فراج اللي دايما بيأتي بكل ما هو جديد، الدنيا منورة والنهارده اخبار الزمالك حدث ولا حرج. ربنا يخليك يا دكتور، ومتشرف ان انا طبعا في ضيافتك، وسعيد جدا انا بصحبة زميل عبد الحميد الشربيني. عاوزين نبدا منين؟ اللي حضرتك شايفه. لا اللي انتوا عايزينه. خليكم انتوا اللي تختاروا النهارده، عاوزين تبداوا منين؟ نبدا ملفات الانديه ولا نخش في استعدادات المنتخب؟ ممكن نخش المنتخبات وبعدين انديه. نبدا خلاص انت اللي اخترت مش انا اللي اخترت. ماشي نبدا المنتخبات. نبدا بالمنتخبات. عندنا مباراتين مهمتين جدا طبعا، كافيردي وبوتسوانا، ودايما لما بتبدا وتستهل مشوارك بأريحية بترتاح فيما بعد، زي ما حصل في تصفيات كاس العالم. كاب فيردي منتخب قوي شفناه في كاس الامم الافريقيه الاخيره في كوت ديفوار، يعني احنا اللي تعادلنا ولا يعني مباراه كانت سجال وبشق الانفس زي ما شفنا كلنا تمام، لغايه ما حققنا الفوز تمام. فمباراه مهمه جدا جدا جدا، شايف معسكرنا الحالي واستعدادنا لهذه المباراه يتناسب مع حجمها ولا لا؟ بص يا دكتور، احنا هنبدا بالاول ان معسكر المنتخب احنا شفنا مشاكل وازمات كتير من قبل المباريات. انا على حسب ما يعني ما شفت وسمعت، اول مره اشوف معسكر المنتخب يبقى من 6 لعيبه.
كنت اتمنى ان اتحاد الكوره يتواصل مع الانديه يقدر يحل المشاكل بدري، خصوصا ان انا شايف ان انضمام لعيبه الاهلي والزمالك مش هيكون مشكله، اللعيبه في راحه في فتره كبيره، وانضمام للمنتخب في الوقت الحالي هيكون لمجرد تجهيزهم للموسم الجديد. دي كانت رؤيه وجهه نظر الجهاز الفني. وكمان ان لعيبه الاهلي عندها ارتباطات والزمالك عندهم ارتباطات في منتصف سبتمبر قبل مباراه السوبر الافريقي كمان. يعني كان وجودهم قبل الميعاد الرسمي اللي الاهلي حدده بثلاث ايام او اربع ايام اعتقد مش هيفرق معاهم في الاجازه، لان الاهلي حسم الدوري بدري فخد اللعيبه خد اجازه كتيره. ونفس الحال الزمالك من ماتشات كتير في الدوري بيلعب بالصف الثاني ومريح العناصر الاساسيه، وكمان عنده ثلاث لعيبه فقط. فمش هياثروا على شكل الزمالك لو الثلاث لعيبه دول انضموا للمنتخب. وكمان يعني اعتقد ان وجود لعيبه الاهلي والزمالك كان هيحل مشكله كبيره جدا للجهاز الفني ان هو يقدر يعني يقف على العناصر الموجوده لحين وصول المحترفين رغم انضمام بعضهم حاليا. لكن عارفين اولهم بكره النن اللي هيبقى موجود بكره كان موجود حمدي فتحي. تمام. فبقول لحضرتك كمان غير المحترفين اللي بعد نهايه الدوريات الاوروبيه هيتم توافدهم بدايه من غد حتى يوم الاثنين قبل المباراه اللي هتكون جمعة مع الراس الاخضر يوم 6 سبتمبر. الراس الاخضر احنا حظنا ان احنا لعبناها مره واحده بس في امم افريقيا اللي فاتت وتعادلنا 2-2 وهم كانوا يعني بيلعبوا بالصف الثاني في المباراه ديت، لكن اتمنى ان نقدر يعني نتدارك الامور ونبدا بدايه كويسه في تصفيات امم افريقيا تساعدنا فيما بعد زي ما حضرتك وضحت. طيب دي رؤيه حضرتك استاذ حميد فراج، ايضا رؤيتك فيما يخص معسكر منتخب مصر الحالي. كان يعني طلب طبعا زي ما حضرتك استعرضت من الجهاز الفني ان فكره المعسكر يبقى فيه معسكر بدري شويه. السنه كان عندي بس فكره دكتور ايهاب، فكره التوقيت. طبعا انا دائما كل الدعم وكل التوفيق للعناصر اللي بيتم اختيارها في القائمه. بس فكره التوقيت ليه؟ لان انت بتتكلم على ان القوام الاساسي لمنتخب مصر يا دكتور بيبقى دايما عاده بيبقى من النادي الاهلي. وحاليا النادي الاهلي في راحه سلبيه. يعني خلينا نتكلم بكل صراحه، اللعيبه كلها في اجازات، واللي في مصايف واللي سافر بره مصر بيقضي فتره الراحه بتاعته، جميل جدا. ففكره ان انا برضو اصر على ان يبقى اختياراتي كلها من نفس فريق القوام الاساسي النادي الاهلي، مش هلحق ان انا اجهزهم، وخصوصا هي دي المشكله ان دولت افضل لاعبين موجود عندك. مؤكد. لا بس انا كان عندي برضو ممكن ان انا اعمل يعني روتيشن حتى ولو بسيط، ان انا مين هو الفريق اللي لسه رجله في الملعب ومكمل. حتى قبل ما نعرف نتائج كاس مصر كان معروف ان بيراميدز بنسبه كبيره مكمل للنهائي، كان عدد من لاعبي نادي بيراميدز موجودين في مؤكد المنتخب. بس كان ممكن يزيدوا. يعني انا النهارده اختياراتي على سبيل المثال مثلا مروان عطيه راجع من فتره راحه كبيره مثلا على سبيل المثال، ممكن ان انا كنت ممكن لا اضم مهند لاشين، وخصوصا ان كان مركز نص الملعب في كلام كتير جدا، طب ليه سام مرسي، طب ليه مش مهند لاشين، طب كذا طب كذا. انا بتكلم مش في عنصر او في عنصرين، لا انا بتكلم في فكره التوقيت، لان الكابتن حسام كان حتى اختياره لان المعسكر يبقى بدري شويه عشان يحاول يعالج النقطه دي، ان انا ازود عمليه تجهيز اللاعبين. انما النهارده التزام الانديه باليوم الرسمي للاجنده الدوليه وهو 1 سبتمبر غدا ان شاء الله، وانضم طبعا خلاص احنا بنتكلم ان كل العناصر ان شاء الله هتبدا تنضم تباعا من بدايه من بكره، فمش يا دوبك هم اربع تمرينات والتراي ماتش وهيبدا يلعب المباراه. اربع تمرينات بس او ثلاث تمرينات، صعبه جدا تجهز بدنيا لاعب بقاله 21 يوم او 25 يوم بالظبط، صعبه جدا. فكان فكره التوقيت ديت كانت لازم تكون محطوطه في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في عمليه الاختيار ده من الاول. واعتقد ان اقامه بطوله الكاس في التوقيت ده هي اللي اثرت على سعادة الجهاز الفني. طبعا ده كان اصرار الجهاز الفني، اللي انا عاوز بطوله الكاس عشان اللاعب يكون واقف على رجله قبل المباراتين الاثنين، ما يبقاش في راحه سلبيه لمده شهر او ازل. يعني ده كانت رؤيه فنيه للجهاز الفني، كان رؤيه فنيه للجهاز الفني ورؤيه للقيد كمان. يعني والقيد بجانب القيد كان مهم ان انت تخلص الموسم بتاعك بكل بطولاته عشان تفتح باب القيد، واللي خلاص المفروض ان هو اتفتح النهارده. ولما نيجي نتكلم بقى عدم جاهزية اللاعبين ممكن يؤثر سلبا على مستوانا في المباراة دي. اعتقد ان تشكيل منتخب مصر مش هيبقى القوام الاساسي المحترفين اللي جاي المباراة. انا معاك، يعني حوالي سبعه، وهياخد مثلا ممكن يكون اثنين من الاهلي او اثنين، واحد من بيراميدز واحد زمالك. اعتقد ان مع التدريبات اليوميه خلال الايام اللي جايه ممكن تعيدهم للملاعب يعني بصوره يعني ممكن مش هيكون افضل حل، بس هيكون شكل بيقول لك هم كانوا بيجروا في الساحل. لا هو يعني هي كمان الظروف خدمت الاهلي، ان الاهلي حسم الدوري بدري. يعني لو الاهلي كان اضطر انه يحسم الدوري مع اخر مباراه يوم 17 لازم اه
فاعتقد ان كانت فلد اللعيبه الاساسيه فدى اللعيبه الاساسيه واعتقد ان كانت فرصه مناسبه قبل الموسم الجديد احكم على الناشئين وكمان الجهاز الفني المنتخب يعني عنده القماشه واسعه محترفين واللعيبه المحليه اعتقد ان هو اختار العناصر اللي هو على حسب ما هو شايفها اللي تقدر تفيده في الفتره اللي جايه خصوصا مع اهميه الماتشين راس الاخضر وبوتسوانا في انطلاقه مشوار المنتخب في تصفيات افريقيا 2025 شايف ممكن نحقق نتيجه ايه في المباراتين دول استاذ محمد ان شاء الله احنا هنكسب كاب فيردي هنا في ملعبنا ان شاء الله مباراه بوتسوانا برضو فكره ان انت تلعب بره ملعبك بتبقى صعبه شويه بس بوتسوانا المفروض نظريا هو المنتخب الاضعف في المجموعه بالمناسبه لما اتكلم في الشهر الجاي هيبقوا مواجهتين صعبين جدا مع موريتانيا يعني احنا مش عايزين نغفل فكره التطور الكبير اللي في الكره الموريتانيه مؤخرا جدا. على كل المستويات ما شاء الله يعني احنا شفنا فريق نوازيبو كسب بيراميدز نوازيبو مع بيراميدز دوري ابطال افريقيا موريتانيا احرجت الجزائر في التصفيات شفناها بنتابعها لو عملنا رصد ومتابعه للاعيبه المحترفين مؤخرا اخد بالي من صح يعني تطور كبير جدا احمد والدياحي عامل طفره في الكره في الموريتانيه فاحنا مش عايزين نغفل ده ومش عايزين نحط نفسنا في فكره الضغوط وان عشان كده الفوز بالمباراتين دول هيحق جدا 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 قبل ضربه البدايه طبعا طبيعي يا دكتور ان مصر تكسب تتصدر المجموعه العالميه طبيعي ما فيش حد انت بتلعب عشان تنافس على البطوله النهائيات مش على التصفيات طيب عاوز برضو بمناسبه اللي انتوا اتكلمتوا دلوقتي والاهلي حسم البطوله بدري فد الفرصه للناشئين قدرت تحكم على ناشئ النادي الاهلي في كم مباراه اللي لعبوه ومن منهم يصلح للتواجد مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه خلينا نكون متفقين يا دكتور ان عدد المواهب في مصر قلت عن زمان احنا شفنا ناشئين الاهلي وناشئين الزمالك ما لفتش الانظار العدد قليل جدا من اللعيبه يعني لو جينا نبص على الاهلي ابرز اللعيبه اللي لفت الانظار محمد عبد الله الجناح اليمين احمد عبدين قلب الدفاع في كمان احمد طعيمه لاعب نص الملعب ومصطفى ابو الخير ويوسف سيد عبد الحفيظ دول اللي لفتوا الانظار بشكل كويس بس لسه محتاجين خبرات ومحتاجين حساسيه المشاركه في المباريات على عكس زمان كان الناشئين يعني كنا بنشوف الناشئ بيدخل الملعب بعد ماتش او اتنين بيكون بيثبت نفسه ونفس الحكايه في الزمالك برضو ما فيش اللعيب اللي قدر يفرض نفسه في على تشكيل الزمالك رغم انهم حصلوا على فرص كتير اكتر من لعيبه الاهلي لكن يعني مستوى قطاع الناشئين في الناديين بيقول ان لسه محتاجين تطوير كتير. ايه اسباب تدهور قطاعات الناشئين عموما؟ يعني بنلاقي مثلا الانجح حاليا من وجهه نظري هو نادي انبي اللي صحيح. قدر قوام فريقه الاول كله من قطاع الناشئين وبدا يصدر ايضا عدد من لاعبيه الى الفرق المصريه المختلفه وده بيجرني النهارده لما اتكلمت عن عمر الساعي صحيح الراجل كان بيلعب في صفوف النادي الاهلي سنوات وبعد كده العين الخبيره سابته مش وبعد كده اجيبه ب 50 مليون جنيه النني اللي كان موجود في النادي الاهلي زي ما كابتن مصطفى قرن يعني ادانا الملاحظه دلوقتي وراح بعد كده المقاولين وخرج منه لرحله الاحتراف خلي بالك يا دكتور ان النني وعمر الساعي مشوا وهم ناشئين بدون مقابل يعني هم وفي غيرهم كتير مؤمن زكريا وكهرباء انا عديت دلوقتي ده انا قايل لسته من شويه يعني ما شاء الله يعني وكان في قاعده كمان عبد الواحد الاخير كمان يعني كان في قاعده زمان ان اللي بيخرج من الاهلي ما بيرجعش لا دلوقتي بس هو بيرجع بيخرج كناشئ مش لاعب يعني حتى كان كلاعب يعني اول لاعب خرج من الفريق اول ورجع تاني كان حسن مصطفى في 2004 لكن دلوقتي اعتقد ان هي فعلا ظاهره تستحق الدراسه ان الاهلي بيفرط في مواهب في سنه صغيره وبعدين يرجع يشتريهم بملايين بعد كده. ارجع لقطاعات الناشئين. ملف طويل جدا يا دكتور وملف صعب جدا و يعني ازماته متفرعه، اولا فكره الاكاديميات وفكره ان الكوره دلوقتي بقت بيزنس وبقى كل حد دلوقتي عشان يقول انا هاخد كارنيه اتحاد الكوره اخش من خلال الاكاديميه الفلانيه. والمستثمرين اللي هم مش استثمار حقيقي هو مجرد ان انا بخش الناس احنا بنقول حقايق والناس كلها عارفاها كله عارف دلوقتي بيروح عند فريق مثلا يدفع. في دوري المحترفين يدفع ياخد قطاع الناشئين بالكامل ويشغله استثماري هو يكسب وما يهموش مين هو العناصر اللي موجوده ديت ازمه كبيره جدا طبعا ولكن ايضا يعني من ضمن النقط المهمه جدا في قصه قطاعات الناشئين انا محتاج اولا علشان بقى يعني فكره سن اللعب لازم ديت يعني اتمنى انها تكون
لا مش قصه التسنيم بس يا دكتور، فكره ان انا كاتحاد كوره او كناس مسؤوله عن اداره الكوره في مصر لازم سن القطاعات الناشئين عندي ينتهي عند سن 19 سنه. تمام. مفيش حاجه اسمها بطوله الجمهوريه تحت 20 ولا بطوله الجمهوريه تحت 21 ولا ان في خمس لاعبين لسه تحت السن في قطاعات القيد اللي هو فتح خلاص من دقائق بما اننا دخلنا في الساعه 12. ما اخر بطوله 2003 اخر ناشئين عندك دلوقتي 2005 اول حاجه في القطاع. يا دكتور في القايمه محطوط عندك 2003 دولت ليه؟ 2003 عملت الاتي، انت عندك 30 لاعب تمام؟ تمام تمام من الفريق. برضه في الجيلين 3 و4 ضاعوا في النص. معلش فانا دلوقتي بقول ايه؟ انا باخد 5 فوق 30 عشان ايه برضه؟ عشان الفرق المشاركه ببطولات افريقيا وبتاع ما يجيلكش بعد كده التوقفات الكتيره دي، يبقى عندك اكثر من بديل موجود. والدليل ان القايمه الافريقيه من دول، لكن انا مديك القايمه بتاعتك 30. ما قبل ذلك كان بطولات الجمهوريه مستمره لحد سن كام يا دكتور؟ خلاص بقى، ما احنا بقى ما طيب ده كان انت نقطه. انت شفت التطوير اللي حصل في قطاعات الناشئين الموسم اللي جاي؟ انا والاكاديميات، الاكاديميات انا عرفت ان هي بقت مرخصه وبقى في يسمح كمان للاكاديميه ان هي تشارك في المسابقات. ده عشان ايه؟ عشان دوري اللي حصل زي ما انت قلت الاستثمار الزائف. بس انا اتمنى ان التطبيق يعني يتماشى مع الوضع النظري. يعني انتوا حاطين وضع نظري كويس او مش يعني مش عايز اقول اتحاد الكره حاطط شكل نظري كويس، اتمنى ان التطبيق العملي بقى ما يكونش فيه شكل من انواع التحايل ويكون فيه استغلال لهذه القوانين، عشان ان انت تقدر كل ما هو في كره القدم يكون موجود. نتمنى مش اللي معاه يلعب واللي معهوش تضيع موهبته في الطريق. فده وسع، انت وسعت كمان. ما هي الانديه برضه مظلومه في حته ان انا مش لاقي فلوس. مظبوط. فبعمل ايه كنادي؟ اجي جاي زي ما انت قلت ببيع القطاع. انا جيت لك من اول 2011 لغايه 2016 عملت لك فريقين اتنين. تمام. الف وب. الالف يا سيدي يبقى الموهوب والتاني للاستثمار، وده في الدوري الرسمي وده هيعملوا دوري موازي. صحيح. عشان برضو تقدر انت توسع نفتح الباب شوية. توسع القاعده دي. حقيقة. عموما نتمنى التوفيق ان شاء الله لقطاعات الناشئين. ارجع لنادي الزمالك. تمام. شايف الزمالك الموسم ده هيبقى مختلف عن الموسم الماضي؟ مش بشكل كبير. هو طبعا فكره ان الله يبشرك. لا بصراحه هو مش الله يبشرك، هو فكره الواقعيه شويه. وده اللي انا يعني الوم عليه شويه من مجلس اداره الزمالك، ان انا كنت لازم انقل الصوره بوضوح اكتر للجماهير وبحقيقه مجرده. مش فكره ان انا هقدر اعمل وهو الموضوع صعب جدا. الارث كان ارث يعني ثقيل جدا ومليء بالازمات وبالديون وبالمشاكل. اتخيل ان في كل المواقف اللي اتحط فيها مجلس الاداره نجح فيها. في قيد يناير تم رفع القيد، في التجديد لاهم نجم من نجوم الفريق في وقتها وكان خايفين ان هو يسيب الفريق كان فتوح، تم التجديد معاه وما فيش اي مشكله. وطبعا بما اننا ذكرناه بنتمنى له ان شاء الله ان ازمته تنتهي على خير ان شاء الله. في قصه عقد صفقات تم عمل ميركاتو فيه 10 صفقات، في منها اللي نجح وفي منها اللي ما وفقش. تقريبا يعني نتكلم 40% منهم كويسين ونجحوا وكملوا وظهروا بشكل كويس، في عناصر ما كانتش افضل حاجه. القيد توقف تاني ودلوقتي الحمد لله ايضا الزمالك عدى من هذه الازمه. كل المشاكل اللي قابلت المجلس عليكها، ولكن زي ما قلنا كنا لازم المجلس يتكلم بواقعيه شويه. من ضمنها اللي حضرتك استعرضته قبل ما نخش، فكره التجديد لفتوح، فكره ان عمل صفقه محمود بن تايب وصفقه لدعم مركز من اهم مركزين كان طالبهم المدير الفني بالمناسبه، ظهير الايسر طبعا، تجديد لعواد ومحمود بن تاج. وبالمناسبه هم تم قيد القايمه منذ ساعات بسيطه مع فتح باب القيد النهارده. ومن كواليسها يعني كده هم 24 لاعب من القايمه فوق السن، 5 من تحت السن، 3 في الانتظار بعيدا عن الاسماء لان الناس ما كشفوا لناش اسماء. سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري موجود في القايمه وتم تسجيله وما فيش اي مشكله فيه. ازمه سيف الجزيري هي ازمه مستحقات، والانذار اللي بعته نادي الزمالك مش انذار بالفسخ، هو انذار بالمطالبه بالمستحقات. عدى عليه ال 15 يوم واللاعب موجود في تونس، ومشكله عدم عودته ما كانتش تهديد وما كانتش ضغط وما كانتش اي حاجه، كان فعلا في مشكله في التاشيره قد يكون بسبب حصوله مؤخرا على جنسيه اخرى غير الجنسية التونسية. قد أنا مش مؤكد من المعلومة، أنا همشي معك وهصدقك، هي مشكلة تأشيرة هصدقك مفيش مشكلة. ولكن هو بيطالب مستحقاته، مستحقاته تتخطى 300 ألف. النهاردة التويتة اللي عملها
تحمل معنى تمام هي تحمل المعنيين ولكن هي وسيله ضغط وسيله ضغط ان انا محتاج المستحقات بتاعتي خصوصا ان هو اتحرك التحركات دي بعد ما عرف ونما الى علمه يعني ان في مستحقات تم دفعها للاعبين مؤخرا فيعني بيقول ان انا عايز كمان ينبني يعني بالحب جانب زي ما قلت ينبني من الحب جانب هل التجديد لزيزو وزيزو ضحى بس هو يجدد له مبلغ ممكن يعمل ازمه ما بين اللاعبين داخل نادي الزمالك ده ممكن يحصل ولا لا وهل بعد فشل ايضا انضمام بن شرقي لنادي الريان القطري ممكن الزمالك يعاود اتصال بيه مره اخرى ونشوف زيزو في يناير خلاص هتجاوبني عليها لكن ارجع لصفقات النادي الاهلي اللي ماشيه ما شاء الله يا ريت عجب جمهور الاهلي تمام عايزين انت دعمت باتنين من المدافعين اللي موجودين في المركز الرابع على مستوى العالم مع منتخب المغرب يحيى عطيه الله واشرف داري النهارده عمر الساعي وعندك صفقات لسه ثانيه شغال فيها انا شايف صفقات الاهلي ماشيه هو على حسب طلبات كولر ان هو حققوا كل المطالب ما عدا لسه هو محتاج مهاجم لو جناح او لو بيرستاو مشي والصفقه الاهم بالنسبه له محمد علي بن رمضان اعتقد ان تاجيل الصفقه ليناير صدر حاله غضب كبيره لدى جمهور الاهلي واعتقد ان اداره الاهلي حسمت صفقه عمر الساعي النهارده عشان موضوع محمد علي بن رمضان المعقد النادي المجري اعلن طلب بالاهلي ان خلاص تاجيل المفاوضات لفتره انتقالات قادمه اللي هتكون في يناير اعتقد ان اداره الاهلي لم تكن حاسمه في حسم ملف محمد علي بن رمضان كان في ايديها اكتر من فرصه ان هي تحل المشكله بدري هل هي امور ماديه ولا الضغط اللي موجود في بلده وان هو ممكن يروح للترجي هي السبب امور ماديه وكمان النادي المجري استغل حاجه ان جمهور الاهلي مهتم بالصفقه اكتر من اي حاجه فشايف ان في ضغط على اداره الاهلي عشان التعاقد مع اللاعب فبالتالي هيفرض شروطه على الاهلي حتى كمان ما يعني هو طالب جزء كبير من مبلغ يكون مقدم عقد والجزء الباقي بعد 3 شهور فاعتقد وكان الاهلي عايز يخلوهم على سنه مع تقليل المقابل المادي احنا هم وصل للصفقه 1,100,000 و300,000 بجانب 500,000 يورو كمان امتيازات بعد كده 2,300,000 غير ال 500 امتيازات فاعتقد ان الاهلي ما يعني ما اتفقوش على كل ده فده اللي خلى النادي المجري كمان ان هو ياجل الصفقه لفتره الانتقالات اللي جايه وكمان تواجد النادي المجري في الدوري الاوروبي اعتقد يعني فاصبح مش محتاج يبيع وشاف الضغط اللي بيعمله جمهور الاهلي على اداره الاهلي في السوشيال ميديا فده كل ده يعني بالنسبه لهم يعني زي ما بيقولوا هبيع بأعلى سعر لكن المعلومه اللي عندي ان محمد علي بن رمضان اتفق مع اداره الاهلي على كل الشروط الشخصيه وحسم كل الامور لكن هي الموضوع امور ماديه مش ضغط زي ما بيقولوا من اسرته من جمهور الترجي لعيب الكره دلوقتي بيفكر في مصلحته قبل كل حاجه طب لو لعيب الكره بيفكر في مصلحته هنا زيزو ضحى ب 200 مليون جنيه لتجديد لنادي الزمالك والبقاء مع جماهير نادي الزمالك وده برضه بيعلى بس هو زيزو ما جددش بس هيجدد كل الاحتمالات قايمه طيب حلوه دي كل الاحتمالات قايمه هو يعني يا حميد زميلي يعني فتح الباب للموضوع ده هو اللاعب بيدور على مصلحته بس احنا بلده لازم نتكلم عن مصلحه النادي بص يا دكتور احنا هو في عالم احتراف لحظه واحده في عالم احتراف طب لو مصلحه النادي في ظل ازمه ماليه انت موجود فيها ايوه وجاي لك اكتر من 250 مليون جنيه اسماعيل النهارده باع افضل اثنين عنده 90 مليون جنيه 90 مليون كله ازمه مظبوط وانا بالمناسبه داعم جدا لقرار النادي الاسماعيلي لان هو ايضا مجلس المهندس نصر ابو الحسن ورث ارث صعب جدا جدا وديون وقضايا وايقاف قيد وموضوع كبير جدا ما فيش حل تاني يعني معلش مع احترامي لو النادي الاسماعيلي فضل ينتظر فكره حقوق الرعايه والمداخل الاخرى والموارد الاخرى من اللي هتجيله من كره القدم ممكن يفضل يحل في المشاكل دي اربع خمس سنين قدام طب ايه هو الحل السريع ان انا ابيع نجم او نجمين من عندي علشان احل الازمات بشكل سريع ويبقى بعد كده الامور بتاعتي مستقر هو عبد الحميد قال الموضوع ببساطه جدا هو دلوقتي اللاعب لسه ما جددش انا ليه بقول ان لازم النادي يفكر في مصلحته اولا لان اللاعب حقوقه مضمونه مفيش قضيه من القضايا اللي احنا عاصرناها في كل الخمس سنين مثلا او اكتر اللاعب بياخد حقه من الفيفا ومن المحكمه الرياضيه الدوليه وبياخد فلوسه بالفوائد وبالغرامات والنادي ممكن يتوقف قيد طب النادي بقى لازم يدور على حقه انا اتفقت مع زيزو خلاص وفي رجال اعمال متدخله وهتدفع الفرق وخلاص والدنيا قربت جدا واللاعب اعلن على السوشيال ميديا بتاعته ان انا مستمر مع نادي الزمالك والزمالك ايضا اصدر بيان على المركز الاعلامي بتاعه ان زيزو مكمل مع الزمالك ماذا ينقص
يعني ما نمضيش، ناقص توقيع صح؟ مظبوط. يا يوقع يا يبدا نادي الزمالك يفكر في 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 مصلحته، لان هو ما فيش حل غير كده، لان دلوقتي الدفع هتتحول يا دكتور. ايهما افضل، يوقع ولا يحترف؟ لانه خلاص عقده خلاص وممكن في ناكل السنه الجايه. لو فضل لو فضل على كده لحد يناير خلاص حسام طيب. الزمالك الزمالك مش عارف يحقق اي مكاسب ماليه. لا لا مش اللي يناير يا دكتور، هو خلاص احنا النهارده الدفع حولت في يناير خلاص. الدفع اتحولت من يد اداره نادي الزمالك ان انا الليدنج في المفاوضات وانا اللي هقول اللاعب يكمل ولا ما يكملش واقبل عرض نيوم السعودي ولا ما اقبلوش. دلوقتي خلاص اللاعب هو اللي دفت اداره المفاوضات في في يناير هيقول لهم انا مثلا محتاج 200 مليون في الموسم. الزمالك هيقدر يقول لا خلاص همشي ببلاش همشي ببلاش. يبقى انا دلوقتي الدفه بقت في ايد مين؟ بس خلاص. فهنا كان لازم الزمالك يكون حاسم وقاطع لحد يوم 30 اغسطس علشان يبقى كل واحد كان بيدي عمرو لا بيدي مظبوط مش بيدي انا لا بيدي عمرو. عاوزك انت اللي تقول والتاني عاوز هو اللي يقول خوفا من الصدام بالجماهير. خوفا طيب. من الصدام مع الجماهير. في ظل صفقه بن شرقي اللي فشلت في الريان صحيح. ممكن نلاقي ده هنا وده هنا خلاص ولا ما اقدرش اقول انها فشلت في الريان لان لحد دلوقتي التقارير اللي خارجه من الريان حتى او يعني من بعض الصحف هناك في قطر ان اللاعب موجود. هو الفكره بس ان ممكن يكون مش في القائمه الكامله للفريق او في كل بطولات الفريق. في بطوله هناك في اسيا بطوله النخبه في اسيا بنظامها الجديد والكلام ده قد يشارك فيها بن شرقي وما يشاركش يعني طيب. هم طيب. عندهم عدد المحترفين برضو كتير هناك. تريزيجيه وصل وحج الكشف الطبي. شايف خطوه تريزيجيه ده انا نفسي انا شايف ان هي خطوه تراجع للخلف. تريزيجيه لسه قدام يعني هو يعني كان كل تصريحات تريزيجيه ان هو مكمل في خطوه الاحتراف في اوروبا طموحه اكبر من كده. فلوس بقت تغري قوي يعني الخليج دلوقتي يعني ما شاء الله يعني يعني مجرد دكتور عودته من انجلترا للعب في الدوري التركي بياكد ان اللاعب يعني انا يعني شايف طموحه واحد من افضل اللاعبين اللي يديك كوره ومتعك بكوره بصراحه يعني بصراحة. يعني خطوه العوده للدوري التركي ديت انا شايف انها يعني خطوه مش موفقه وكمان خطوه العوده للعب في الدوري القطري مع احترامي للدوري القطري لكن كنا نتمنى ان احنا نشوف في يعني في اوروبا افضل زي ما برضو حصل مع موضوع ابراهيم عادل والازمه اللي حصلت والتوقف المفاوضات وزي ما شفنا ان الاهلي رفض عرض احتراف لاحمد نبيل كوكا اتمنى الانديه انها تعيد النظر يعني انا معاك ان مصلحه النادي في كل نادي بيدور على مصلحته وكمان يحقق مكاسب ماليه لكن برضو نعيد النظر في موضوع احتراف اللعيبه في سن مبكر ده هيساعد منتخب مصر بعد كده كتير جدا انا طيب. بس لو في النقطه دي طيب. يعني ما تخطاهاش يعني بما اننا اتذكر في الكلام كده كوكا احنا احمد حسن كوكا بقى مش احمد نبيل كوكا رجع بعد 9 سنين رجع ليو اف بعد 9 سنين غاب وما راحش اي حاجه عرضيه انا بهمس في اذن بقى لان احنا من ايام فعلا انجلترا من ساعه ما تريزيجيه مشي واحنا بنقول الجمله دي لان تريزيجيه موهبه جدا مهم جدا انا واحد من افضل الناس اللي انجبتهم كره مصر خرج بدري يعني بالمناسبه دي كمان ده خرج بدري وخرج الاحتراف بدري وتاسس كويس وكل حاجه فكر مش بس لتريزيجيه لكل لاعب فكر يكون اللي معاك مانجر مش ايجنت قبل لك كنت لسه حوالي يعني صح كنت يعني لك ده شغل مدير اعمال اطلعك لقدام ولا ارجعك لورا شوف مين اللي مع كوكا احنا عارفين ده يعني شوف مين اللي مع كوكا ومين اللي بيحاول يحافظ على وشوف منظومه شوف محمد صلاح شوف ده مش وكيل بس او مش يعني مش رامي عباس بس شوف المنظومه بتاعته لازم يبقى معاك المانجر اللي يخليك تتقدم لقدام ما ترجعش لورا طيب ملفك الجاي عاوز ارجع لخريطه الكره في مصر ممكن نلاقي فيها تغيير في السنوات القادمه احنا شفنا الموسم ده بيراميدز بيزيح نادي الزمالك خلاص الموسم ده اللي فات اصبح هو في المركز الثاني السنه دي خد كاس مصر تمام عدم وجود الاهلي لكن احد اول بطوله وده ممكن يقول لك مؤشر ان في تغير في خريطه الكره في مصر توافقنا في ده ولا الزمالك ممكن يعود ونلاقي برضو القطبين زي ما هم اعتقد ان الزمالك يعني محتاج حاجات كتير عشان يرجع ينافس الاهلي في الفتره اللي جايه بيراميدز هو الاقرب لمنافسه الاهلي في الوقت الراهن عنده كل الادوات ان اتحقق له ان هو يكون موجود في المنافسه وده اللي شفناه في الدوري وشفناه في تتويجه بكاس مصر خريطه الكره في مصر يا دكتور حضرتك دلوقتي بقت يعني الماده بتحكم حاجات كتير وده شفناه في تجارب استثماريه ظهرت في الدوري المصري خلال الفتره الاخيره اخرهم تجربه نادي زد قدم تطور سابع الدوري ووصول نهائي كاس في اول موسم في الدوري الممتاز اعتقد ان ده انجاز كبير يحسب له للجهاز الفني ويحسب لاداره زد وشفنا قبل كده تجربه سيراميكا كليوباترا وتدريب تجربه مودرن سبورت فاعتقد ان التجارب بدات تخطو خطوات كبيره
يعني شفنا تتويج سيراميكا بكاسين رابطه مودرن سبورت قبلهم خد كاس رابطه، تواجدهم في السوبر المصري النسخه اللي فاتت والسنه دي كمان هيكون بيراميدز وسيراميكا مع الاهلي وسيراميكا. لسه بقى البطاقه الرابعه هل هتكون الزمالك بدعوه من بص انا من الاخر هي هتكون السوبر ده انت عايز نادي جماهيري انت برضه بتسوق لازم يكون نادي جماهيري اكيد يعني طبعا فلازم الزمالك هو اللي موجود يعني ما فالخريطه بدات تتغير. احنا شفنا يعني حتى مع الانديه الشعبيه ان المصري بيحاول على فترات، الاتحاد نفس الحكايه، تراجع الاسماعيلي في السنين الاخيره بعد ما كان وصيف الدوري ده بياكد ان الخريطه كلها اتغيرت في مصر، بقى الماده بتحكم حاجات كتير والاداره. طيب سؤالي الاخير وبسرعه لان وقتنا احنا ملتزمين بالقرارات الجديده ساعه ونص سريع. هل الانديه الشعبيه هتندثر اكثر خلال السنوات القادمه؟ وما هو الحل السريع؟ ما لم في يتم كبسولة. ما في كبسوله سريعه جدا، ما لم يتم النقطة اللي بدأها اتحاد الكرة الحالي واللي نوه ليها قبل كده فكرة اللعب المالي النظيف ووجود توزيع عادل للأندية لحقوق البث كمنتج مش لكل نادي بيتحرك لوحده منفرد، الرابطة لما تبيع المنتج بتاعها يبقى فيه توزيع عادل، وكلمة عادل هنا مش معناه توزيع متساوي يا جماعة عشان الناس بتفهم غلط، توزيع عادل للأندية. أتخيل إن في الوقت ده هيحصل حفاظ على الأندية الجماهيرية ويبقى فيه منافسة للكل ومفتوحة وشفافية للكل. لو العنصرين دول اللعب المالي النظيف وتوزيع الحقوق مش هيكونوا موزونين قوي في الفتره اللي جايه، او يكون في بعض الامور تفرض النفوذ القويه للانديه الاستثماريه والانديه الكبيره اللي فيها ضخ مالي كبير، اكيد هيبقى في تاثر سلبي اكتر على الانديه الجماهيريه. نورتني وشرفتني دكتور محمد فرج، ويعني الوقت كان قصير لكن ان شاء الله يكون لنا في لقاءات ثانيه. سامحني شيبيني نورت وشرفت الدنيا كلها. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش، غدا ان شاء الله يعود زميلي العزيز هاني حتحوت بعد إجازته السنوية متألقا كعادته في تقديم البرنامج، وألتقيكم آخر الأسبوع. حتى هذا الوقت دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.